المشاهدين واهلا بيكم مفكره جديده من برنامج الاطباء. كل واحد فينا بيعتبر نفسه هو طبيب نفسه، مش محتاج استشاره من حد. يعني انا عارفه امتى اخد اعمل بوتوكس، امتى اكون محتاجه فيلر، امتى اروح اعمل خيوط. انا دلوقتي عايزه اعالج التجاعيد وببقى مقتنعه ان انا 10 على 10، انا خلاص انا مش محتاجه استشاره طبيب. انا بروح عند الدكتور بقول له اعمل لي كذا وكذا وكذا. طبعا ده غلط. لما بتروحي عند الدكتور، الدكتور بيكون ليه وجهه نظر ثانيه خالص، بتبدا يقول لك لا انت في عيب ثاني او ديفو ثاني في وشك انت مش شايفاه. وطبعا الكلام على الراجل والست، ان كمان الرجاله دلوقتي بقوا بيهتموا ببشرتهم، بيهتموا بالتجاعيد جعيد، وبالذات لما يكون معانا صانع الجمال هيقول لنا الاستشاره، يقول لنا ازاي نختار وازاي نعرف احنا محتاجين ايه لبشرتنا. خلوني ارحب بضيفي وهو صانع جمال دكتور عادل حسني، استشاري جراحه التجميل وصاحب مراكز دكتور عادل حسني للتجميل. اهلا بيك يا دكتور. ازاي؟ اهلا يا رياده، ازيك؟ دكتور، بتعمل حضرتك ايه او بتتعامل ازاي مع الحاله اللي جايه معاك او جايه العياده عند حضرتك وجايه مقرره هي هتعمل ايه ومش محتاجه استشاره، هي محتاجه جايه عارفه هي عايزه تعمل ايه بس؟ انا دلوقتي يعني برفض الحالات دي، يا اما تسمع الكلام واقولها صح لان هي بتتوهم ان ممكن عن طريق شافت واحده صاحبتها عامله كذا فهي هتتحسن بطريقه. يعني انت يمكن شفتي حاجه دلوقتي جات واحده عايزه تنفخ شفايفها شويه وتعمل فوليوم، وهي يعني مقتنعه جدا، وهي مقتنعه انها عايزه، وقلت لها ما ينفعش تعمل لها فوليوم، مفيش سبيس عندك في الشفه، فاكتر حاجه ممكن تعمل كونتورنج. لو تعمل فوليوم هيبقى منظرك مش لايق على وشك. دي حاجه. نمره اتنين انهم بيجوا عايزين يعملوا مثلا ديفو معين في الوش. يعني تعتقد مثلا ان التجاعيد اللي تحت العين او مشاكل الجلد تحت العين انا عايز اعملها. طيب ما هو ده جزء من السكن او الجلد بتاع الوش كله. فاحنا مش بنقدرش نصلح منطقه ونسيب الثانيه فيها مشكله. سي انا شفت عندك تجاعيد في منطقه في وشك بس، فما بقيت وشك جبتها هتتاثر. هي المنطقه اللي تحت العين دي اول منطقه تتاثر باي ذا واي بالتجاعيد او ترهرات الجلد، يليها بعد كده الوش. طيب احنا مش لازم نعمل موضوع الفيلر دلوقتي، احنا نمنع ان احنا نحقن فيلر ليتر اون. فبنعمل علاجات علشان نمنع ان احنا كل شويه كل سنه او كل ست شهور نحقن تاني فيلر. طيب نعمل ايه؟ نيجي ونشوف نقسم الوش لثلاث مناطق. أوكي. المنطقه اللي بتاعت الجبهه وحوالين العين، بعد المنطقه اللي حوالين الفم، الخطين دول والخدود وبعد كده بنشوف حاجه اسمها الجو لاين والنك. الجو لاين اللي هو الخط اللي بتاع الفك السفلي مع الرقبه. هم دول الثلاث مناطق اللي احنا بنشوف بيهم السكين. طبعا بنفحص الجلد وبنشوف الجلد ده فيه دي هايدريتد، يعني عنده جفاف، الجلد ده فيه مشاكل دهني زياده على اللزوم، ممكن يكون الدهون زياده على اللزوم تعمل لنا مشاكل برضه. في ناس تفتكر كتير ان كل ما تسيب وشها دهني فيبقى احسن لها ويبقى حلو ومرطب للبشره. يعني انت لو سبتي وشك دهني كده كتير البشره الدهنيه بتعمل طبقه من فوق الجلد فبتمنع الجلد يتنفس برضه، فبيحصل ان الجلد بيحصل له مشاكل كتير. ففي الحالتين اللي دي كل واحده لها طريقه علاج مختلفه. اوكي. دلوقتي نيجي للمنطقه العلويه اللي هي الجبهه وعلين العين. طبعا احنا بنستسهل وبنعمل البوتوكس. دي اللي هي يا دكتور اللي دلوقتي بدأنا نسمع عنها اللي هي الفيس ريبير اللي هي تصليح الوجه كله بالزبط. ولا اللي هي منطقه منطقه في الوجه؟ لا احنا بنقسمها، يعني احنا هنقول لها المنطقه دي يا اما تعملي بوتوكس يا اما نعمل بديل للبوتوكس. اوكي. لو هي واحده بتعمل اكسبريشنز كتير وبتعمل تعبيرات كتير شغاله في نرفع حواجب ونكش دي عايز تربح حواجبها، لا اوبشنال بقى، يعني حاجه اختياريه وعايزه توسع عينيها والحاجات دي. لكن انا بتكلم على علاجات الجلد نفسه. أوكي. لو لقينا التجاعيد حوالين العين او ممكن نعالجها يا اما بالبوتوكس اللي موضوع سهل بسيط وفي ناس واخده عليه، وطبعا ودي احسن طريقه لعلاج التجاعيد الجبهه حوالين العين. لكن في طرق ثانيه، في طرق، في حقن ثانيه، في ابر ثانيه مستحدثه جديد مستخلصه بقى من الدي ان اي، مستخلصه من حاجه اسمها هيلورونيك اسيد، مستخلصه من حاجه اسمها بيبتايد، ودي احسن حاجه بنحقن، وخصوصا لما بنعمل ميكس بقى بالحاجات دي نعمل كوكتيل كده. اوكي. اهم حاجه في الموضوع ده الفيتامين سي. فيتامين سي ده ميزته ان هو بيعمل سكين فيرمنج، يعمل شد للجلد، وبيعمل نضاره، بيعمل حيويه وفيتاليتي.
طبعا التركيزات اللي احنا بنستخدمها دي بتبقى تركيزات عاليه في فيتامين سي، ولازم نعمله ميكس مع الهيالورونيك اسيد. هو في حقن بتيجي ميكس اوريدي، يعني فيها الهيالورونيك اسيد فيتامين سي مع الهيالورونيك اسيد. يعني الهيالورونيك اسيد دي ماده بترطب الجلد، بتدي نضاره وبتدي منظر حلو قوي للوش، فبتخلي تجاعيد رفيعه والوش اللي واقع شويه ده بيترفع، يعني من غير ما نحتاج فيلر. القصه دي بنعملها في الجزء اللي فوق اللي هي الخدود تحت العين، بنعالج بابر معينه الخطوط الرفيعه اللي الستات بتضايق منها قوي او الهالات السوداء تحت العين. فدي في بروتوكول، في حقن سواء الحقن اسمها ميليلو او حقن اسمها اتش 16، دول مخصوصين فيلر تحت العين. ما تروحش واحده تيجي تقول لي انا عايزه، في دكتور قال ان اعمل فيلر تحت، مفيش حاجه اسمها فيلر تحت العين. اوكي. يعني ده يعني غلط وبيعمل مشاكل بعد كده، بتعمل منظر بشع. اللي هي بيحصل تورمات يا دكتور، وبيحصل تورم ولون اخضر وازرق كانها واخده عيني بوكس، وتفضل موجوده عندها فتره طويله جدا. في ستات بتقعد بالسنتين، انا شفت تحت حالات عينيهم كده فيها مشاكل. فنوع الفيلر وطريقه حقنه كمان بتبقى غلط مع بعض الدكاتره طبعا. طب السيده بتحتاج كم مره يا دكتور ان هي للحقن دي؟ يعني ممكن في السنه اعمله كم مره؟ لا، هي بتحتاج العلاج من مره او اتنين. اوكي. بالكتير تحت العين يعني. الوش ده احنا بنعمله مره واحده بحقن تركيز عالي من الهيالورونيك اسيد، وبنحقنه كل 6 شهور مره عشان نحافظ على وشها. ممكن. يعني يانج فور ايفر. فانت عشان تحافظي على وشك وعايزه تصلحي وشك، فاحنا مش بنعالج حاجه ونسيب حاجه، لا بنصلح الوش كله مع بعض. الحته بقى اللي بتضايقه الواحده قوي ساعات بتبقى منطقه الرقبه ومنطقه الجو لاين، اللي هو الحته اللي تحت، حته نازله وحته طالعه، والوش نفسه ابتدى يحصل له ساجنس. واحده عملت عمليه مثلا تخسيس، عملت ربط معده او باي باس او وات ايفر، نزل وزنها جامد او حصل لها البشرة مشاكل، فالبشره بتدي ايه؟ تقل خالص. فاحنا بنستخدم معا قبل الترطيب نستخدم حاجه اسمها جديده اسمها سموث ليزر. ده جهاز بيخلي الجلد من تحت الجلد يسخن. فالسخونيه دي زي حته الستيك كده، بتحطيها على النار بيحصل ايه؟ الفايبرز ترينك مع بعض كده، وحته اللحم اللي قد كده تبقى في الاخر عامله كده. فالناس تقول لي هو الجلد هيروح فين؟ يعني الجلد الزياده لا، الجلد نفسه بيتماسك ببعضه. الفايبرز كلها بتتماسك وبتبقى ايه؟ تايت، يعني بتبقى مفروض مشدوده. الجلسه دي بتعمل مره، وممكن بعد شهرين بنعمل مره ثانيه، علشان على حسب كل حاله برضه. لكن هي من اول جلسه، انا جات لي حاله دلوقتي امبارح من ليبيا، كان وشها فيري ديهايدريت، كان وشها غير طبيعي يعني. يعني حتى جوزها بيقول لي تشعوعات في الوش كله، الجبهه والخدود، يعني حصل لها جفاف رهيب، وشها طبعا حصل له ساجنس وقع خالص. عملنا السموث ليزر بلس، عملنا الحقن الفيتاليتي او الهايدريشن اللي احنا بنتكلم عليها دي. لغايه دلوقتي بعد سنتين، هي كانت 2017، لغايه دلوقتي ما احتاجتش يمكن الا حقن الفيتاليتي تاني، ما عملناش جلسه الليزر مره ثانيه. وشها النهارده واصل ل 80% امبارح، واخدت حقن الفيتاليتي وجايه النهارده شيز فيري هابي. طيب معنى كده يا دكتور ان كل انواع البشره ليها علاج واحد او ليها بروتوكول معين؟ لا طبعا. ولا بتختلف من بشره لبشره؟ احنا قلنا على حسب بقى الجلد ونوعيه الجلد، ونوعيه الجلد دي اللي بيحددها دلوقتي سيستم جديد عندنا اسمه الايروفيدا. الايروفيدا ده سكين تايب، بتتقسم على حسب التايب بتاعك، اللي هيكلمنا عليه لوجينا حسني، متخصصه في الايروفيدا وخريجه جامعات فرانس صوفيا انتوبوليس، ومتخصصه في المجال ده وعامله شغل كويس قوي في مركز لاديتوكس في اسكندريه. طيب بشكرك يا دكتور على وجودك معايا، بشكر صانع الجمال دكتور عادل حسني استشاري جراحه التجميل، شكرا ليك يا دكتور على وجودك معايا. هنعرف اكتر معلومات كتيره هنعرفها عن البشره وازاي نحافظ عليها، وايه هو الجديد في علاج البشره مع الجميله لوجينا، نشوف التقرير. معاكم لوجينا حسني مديرة مركز لاديتوكس،
وسكين كير سبيشالست للعناية بالبشرة. الحقيقة النهاردة أنا هكلمكم عن العناية بالبشرة من غير إنجكشنز، من غير أي حاجة إنفيزيف للبشرة. الفكرة كلها إن السيشن عندي أنا بحب أعملها بطريقة ريلاكسينج خالص للبيشنت، لأن أنا بشوف إن البيشنت لو she's not relaxed، لو هي المنتل بتاعها مش ستيبل، مش مقضية وقت ظريف، مش هتلاقي ريزالت ومش هتوصل لنتيجة. عشان كده بشوف إن المايند بيلعب دور مهم جدا في ريزالت بتاع السيشن أو بتاع عامة البشرة. فإحنا عندنا أنواع كتير للسكن. لو هنتكلم عن رينكلز والفاين لاينز وكده، فدي بتبقى نتائج حاجات كتير. طبعا ديهايدريشن أكتر حاجة، لو البشرة بتبقى دراي، بالذات الدراي سكن تايب دي بتبقى أكتر البشرة اللي بيحصلها فاين لاينز، لأن طبعا مفيش نسبة ترطيب، مفيش مويستر في السكن تخليها تحافظ على الرينكلز إنها تمنعها إنها تظهر. طبعا للأويلي سكن بيفتكروا إن الموسترايزر ده مش مهم، بس دي من أهم الحاجات، بالذات الحاجات اللي فيها انجريدينت اسمه هيلورونيك أسيد. دي حاجة موجودة أصلا في الفيلر، موجودة في السكن بتاعتنا، وهي دي المسؤولة عن إنها تعمل بالانسينج للمويستر عندنا. فدي إحنا بنحطها بأمبول. أمبول تبقى هايلي كونسنتريتد انجريدينت عامة جوه حاجة زي جلاس أمبول، إنها بتحافظ على الانجريدينت دي. فإحنا بنكسرها وبنحطها كسيرم للسكن، بندخلها بطرق مختلفة عن النيدلز. في طرق زي الالتراساوند، يعني زي الميزوثيرابي، بنسمي حاجة اسمها الكتروبوريشن، بتبقى حاجة زي دايرة كهرباء، بس مش كهرباء بس، هي جاية من بورز، ان احنا بنفتح البورز عن طريق الكتريك بولسز. فدي بتفتح البورز بطريقة مؤقتة، بتدخل السيرم بتاعتنا، وطبعا بعد التريتمنت بنحط بنزود كذا ستيب، ان احنا بندخل بنتأكد ان السيرم ده دخل جوه، بعد كده بنقفل البورز عن طريق كرايوثيرابي. ده حاجة بتجمد الجلد، بتعمل تيكن للجلد بتاعنا، ده غير انها بتفرد الجلد وبتحافظ عليه، زي بالظبط البنفيتس ان احنا نحط التلج على الوش. بس هو جهاز، هي الفكرة كلها ان احنا بنحاول نعمل طرق طبيعية ان احنا بنستخدمها، بس بطريقة محدثة اكتر، بتكنولوجي اقوى، فدي بتساعدنا ان احنا نوصل للريزالت اللي احنا عايزينه. فالسيشن عندنا بتبقى حاجة ريلاكسينج خالص، عن طريق فايبريشن، عن طريق طبعا ميديتيشن مع الميوزك، مع السيشن نفسها. بنبدأ بكذا ستيب، بتبقى كومبايننج كذا حاجة بنعملها، فبتخلينا نحس ان السكن بتاعتنا بتتنفس، رجعت تاني تحس بحيويتها. بعد ما كان في زي الاويلي سكن مثلا بيحصل لها زي ما الدكتور قال طبقة، بيحصل لها طبقة. فاحنا الفكرة ان بعد الرفنس اللي بتحصل دي، لما بنعمل اكسفوليشن السكن بتبقى بريبيرد انها تستوعب الفيتامينز اللي احنا بندخلها. فوانس بندخل الفيتامينز بعد الاكسفوليشن والكلينزينج بارت، السكن بتبقى مستعدة prepared ان احنا ندخلها فيتامينز عشان تكون نورش. فاحنا بنختار الفيتامينز دي على حسب السكن current situation بتاعتها محتاجة ايه. محتاجة حاجة زي peptides زي الدكتور ما اتكلم، حاجة زي growth factor، دي حاجة بتنمي الجلد بتحسنه، محتاجة hyaluronic acid، محتاجة نبوست الكولاجين عشان بقالها فترة حصل decreasement من الكولاجين، محتاجة كوجيك أسيد حاجة تمنع البيجمنتيشن. بنختار بقى من فيتامين سي، كل الفيتامينز اللي بنتكلم عنها، بس بتبقى حاجة بيور مش ملو فيها عشان نعرف نخليها انفيوجن. وطبعا المكان عندنا دكتور عادل ساعدنا جدا ان احنا نعمل اتموسفير في المكان ريلاكسين كولرز للعين، جرين اند بلو بيلعبوا دور مهم ان العين تبقى هادية، المايند بيبقى ريلاكس، لان ستريس زي ما اتكلمنا كتير عن ستريس ان هو بيبقى فاكتور بيبوظ كل حاجة، بيبوظ our largest organ اللي هي السكن بتاعتنا. فإحنا بنعالج الموضوع ده عن طريق السنسز بتاعتنا، العين، السمع، ميوزك، التاتش بتاعنا، المساج، والحاجات دي كلها بتساعد ان احنا نوصل لريزولت ساتيسفاينج لينا، لان كله بيلعب دور واحد ان احنا نعمل توازن.